بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مع بداية هذا الأسبوع انطلقت أولى أيام الامتحانات النهائية في جامعة درنا خلال العام الجامعي 2022-2023. وبهذه الانطلاقة تعتبر جامعة درنا قد انتظمت بخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توحيد بداية ونهاية العام الجامعي الموحد على مستوى الجامعة الليبية. وبهذه المناسبة نتمنى لجميع طلابنا التوفيق والنجاح خلال هذه الامتحانات ومزيدا من التفوق والازدهار.